عندنا في الظرف بتاع الإبادة الجماعية على سبيل المثال بتتطابق مع البحث أو الرؤيات اللي إحنا بنقرأها من برا ولا لا، وابتدينا على الأساس ده نقيم كتابات وتخطيط الأحداث الأفضل. طيب هل دي كل مشاكل دارفور، وهل دي مشكلة حقيقية لأحداث دارفور يعني؟ وليه تم التركيز تحديدا على مصطلحات بعينه، التطهير الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية؟ يعني بتفتكري في تقييمك انت لتناول نيكولاس كريستوف للقضية، هو كان عنده مآرب شخصية، ولا بتفتكري انه كان مدعوم من جهات أكبر وهو مجرد أداة لتنفيذ سياسة أكبر؟ نيكولاس كريستوف بيعتبر هو أول من بدأ يطلق على أحداث دارفور إبادة جماعية. الكتاب الأمريكان نفسهم مثلا في كتابات أو كتب أنا قرأتها بيكتبوا إنه أول تسمية لإبادة جماعية كانت كتبت نيكولاس كريستوف، وكل المراجع بتثبت أو بتشير على إنه نيكولاس كريستوف هو أول من بدأ نقاش العالم على إنه هل ما يحدث في دارفور هو إبادة جماعية أم لا. ابتديت أحاول أشوف إنه هو فاهم فعلا الحاجات اللي هو بيكتب فيها ولا ما فاهم، مجرد سطحية، ولا هو عنده زي ما قلت معارف شخصية. دي حاجة أنا ما بقدر أجزم فيها لأنه لسه في بحث كثير جدا ناقص في النقطة دي. على سبيل المثال البحث الناقص في صفحة كبيرة هو كامل عامل إعلان بسبب زيارته لمنطقة دارفور، ففي الإعلان ده على سبيل المثال ما ذاكر من الممول أو الجهة الممولة للإعلان، هل الجريدة تبنت زيارته لمنطقة دارفور؟ إذا كده إحنا عايزين نعرف المعلومة دي، هل دفع من نفقاته الشخصية أو من جيبه الشخصي؟ إحنا برضه عايزين نعرف المعلومة دي. هل في جهة مولت الإعلان بتاعه ولا لا؟ وإذا الجهة دي مولت، الجهة دي من رؤساء مجلس الإدارة والأهداف والتاريخ بتاعه. فده كله بحث ناقص إحنا ما عارفينه، وحاولنا نصل لحتة زي دي. أنا كتبته عدة مرات ولم يرد على الكتابات بتاعتي، فبقى النقطة دي معلقة وما قادرين نصلها. وإنه ما رد ممكن يكون بسبب زحمته ككاتب، وممكن يكون بسبب عدم رغبة الصراع. أستاذة غادة، أصل الصراع في دارفور من وجهة نيكولاس كريستوف اللي هو صوره للعالم وقدر إلى حد كبير يقنعهم بها، بتفتكر إنه كان بذات درجة مجاف للحقيقة والصواب عن الأحداث الجارية في دارفور؟ بالنسبة له في التغطية نيكولاس كريستوف أحداث دارفور، أطراف الصراع والنزاع، يعني هو كان عنده الخبرة والخلفية الكفاية عشان ما يصور الأحداث وخطها بين قوسين أو تحت مسمى كبير الإبادة والتطهير؟ ما أعتقد دي حاجة صعبة جدا بالنسبة لنا، حتى إحنا كسودانيين لما ابتدت تظهر أحداث دارفور ابتدينا نرجع لدارفور وتاريخها، ويعني يمكن دي حاجة برضو مخجلة إن الزول يحترف بها، لكن حقيقة واحدة كانت من المناطق المهمشة، ما في اثنين ثلاثة. كلنا ابتدينا نرجع نقرأ عن دارفور ونقرأ عن القبائل، وبقينا نحاول نعرف نفسنا أكثر بقضية دارفور شنو. فإنه يجي كاتب غربي ما عارف عن دارفور، التغطية بتاعته زي ما تقولي حيكون شجاع على الصعيد الشخصي انك تعترفي انك نقدت في تاريخ دارفور بعد الاشكالات اللي حدثت فيها، لكن حقه برضه يكون في جانب من الشجاعة ونعترف انه في قصور اعلامي خلى نيكولاس كريستوف وامثاله يلقوا المساحة، لانه ما كان في المعلومة الكفاية. الناس بتعرف انه في اشكال حاصل في دارفور، لكن ما كان في التغطية الاعلامية الكفاية اللي بتعرف بدارفور كمنطقة وطبيعتها نفسها كان شكلها كيف. فبالتالي نيكولاس كريستوف وجد مساحة فارغة وملأة بما عنده من تفاصيل. حقيقي يعني أنا كسودانية لما أكون في أمريكا وبسمع الإعلام الغربي يقول في إبادة جماعية في دارفور، في تطهير عرقي في دارفور، وأحاول إنه أنا أستخلص المعلومة دي مننا إحنا كسودانيين، إعلامنا كسودانيين، الحقيقة ما موجودة. يعني ما قادرة أسمع كلام كثير في الراديو، ما قادرة أسمع كلام كثير في التلفزيون، ودي يمكن حاجات الإعلام غطى عليها على قضية دارفور لفترة كبيرة. التعقيد الإعلامي قد يكون هو سبب في تغيير. طيب انت غدا في